إذا كان التشيع هو حب علي فهم إخواننا في الله إذا كان التشيع هو حب أهل البيت فهم إخواننا في الله إذا كان التشيع هو حب محمد وأهله وأهل بيته عائشة وخديجة وصفية وفاطمة وأهل بيته إذا كان هو حب رسول الله وأهل بيته فهذا هو التشيع هذا هو التشيع السني ولذلك الذين يحبون اهل البيت اخواننا في الله ولكن اذا كان التشيع هو اعتقاد تحريف القران فهذا كفر وليس تشيعا اذا كان التشيع هو اعتقاد ان علي بن ابي طالب احق برساله من رسول الله فهذا ليس تشيعا هذا كفر اذا كان اعتقاد تحريف القران فهذا ليس تشيعا بل هو كفر ولذلك علينا ان ننصف الناس ولا نظلمهم اذا كان التشيع هو حب اهل البيت فكلنا شيعه ولذلك كان الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه كان يقول يا واقفا بالمحصب من منى واحد الابيات يعني لا تحضرني الان ونساها ذهني الى ان يقول ان كان حب ان كان حب ال محمد رفض فليشهد الثقلان اني رافضي يعني اذا كان حب ال البيت هو الرافضي هو الذي يحب اهل البيت فليشهد الثقلان اني رافضي ولذلك نحن نبرأ الى الله نبرأ الى الله من كل من يعتقد تحريف القران من كل من يعتقد تكفير الصحابة من كل من يعتقد تكفير عائشة عليها رضا ورضوان وإنما نقول كل من يحب الصحابة ويحب آل البيت هذا تشيع سني ولا شيء فيه فمن كان كذلك فهو من إخواننا نعم